قلنا إن الجملة في اللغة العربية نوعان، جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية لها ركنان المبتدأ والخبر، أما الجملة الفعلية فمكونة من فعل وفاعل، وقد تحتاج إلى مفعول به وقد لا تحتاج، وهذا يتوقف على نوع الفعل. فالفعل قد يكون لازما وقد يكون متعديا. الفعل اللازم وهو ما يكتفي بمرفوعه، يكتفي بالفعل. فعل اللازم لا يحتاج إلى منصوب ويكتفي بالفعل، ما يكتفي بمرفوعه. نحو اقتربت الساعة، قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. اقترب فعل ماض، الساعة فاعل، وتمت الجملة. انشق فعل ماض والقمر فاعل، وهنا اقترب وانشق فعلان لازمان. نقول سافر أخوك، سافر فعل ماض مبني على الفتح، أخوك فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة، وهنا الجملة تمت، اكتفى بالمرفوع. جلس الطلاب، جلس فعل ماض مبني على الفتح، الطلاب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. أما الفعل المتعدي فهو ما لا يكتفي بمرفوعه بل يتعداه إلى غيره، لا يكتفي بالمرفوع، لا يكتفي بالفعل بل يتعداه إلى غيره. الفعل المتعدي قد يكون متعديا إلى مفعول واحد، وقد يكون متعديا إلى مفعولين، وقد يكون متعديا إلى ثلاثة مفاعيل. قد يكون متعديا إلى مفعول واحد، نحو قرأ الإمام القرآن. قرأ فعل ماض مبني على الفتح، الإمام فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. لو قلنا قرأ الإمام ماذا قرأ؟ القرآن، مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. إذن هذا الفعل يتعدى إلى مفعول واحد. علامة الفعل المتعدي علامته قبوله هاء الضمير التي تعود على المفعول. يعني حينما أقول الكتاب قرأته، هذه الهاء تعود على الفعل، على الاسم اللي هو الكتاب، وهذه الهاء هي هاء المفعول. إذا اتصلت بالفعل فهذا دلالة على أن هذا الفعل فعل، لا فعل متعدي، فعل متعدي. يبقى إذن هذه الهاء علامة على الفعل المتعدي. حينما أقول قرأ يجوز أن أقول قرأه، كتب كتبه. طيب هل يجوز أن أقول سافره؟ لا، لأن هذا الفعل فعل لازم. إذن الفعل المتعدي لا يكتفي بالمرفوع بل يحتاج إلى منصوب، يتعدى إلى غير المرفوع، يتعدى إلى مفعول واحد أو إلى مفعولين أو إلى ثلاثة مفاعيل. قد يتعدى إلى مفعولين وهو نوعان أصلهم المبتدأ والخبر. قد يتعدى إلى مفعولين أصلهم المبتدأ والخبر، وأظن وأخواته. حينما أقول أخوك نائم، جملة اسمية، أخوك مبتدأ ونائم خبر. حينما أدخل عليها ظن أو إحدى أخواتها نقول ظننت أخاك نائما، أصبح هنا أخاك مفعول أول ونائما مفعول ثاني. إذن تعدى الفعل ظن إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهناك نوع آخر يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ليس أصلهما المبتدأ والخبر. نحو أعطيت، أعطى، أنا أقول أعطيت الفقير مالا. أعطى فعل والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، الفقير مفعول أول ومالا مفعول ثاني. طبعا ليس أصله مبتدأ وخبر لنقول الفقير مال، لا، بل يعني هذا الأفعال أعطى وكسى وألبس ومنع ومنح وسأل، هذه أفعال تتعدى إلى مفعولين ليس أصله مبتدأ والخبر. أما الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصله مبتدأ والخبر فأظن وأخواتها. إذا الفعل المتعدي يتعدى إلى مفعول واحد ويتعدى إلى مفعولين ويتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. نحو أعلم وأرى وخبر وأخبر وأنبأ ونبأ وحدث، هذه أفعال تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. حينما أقول أعلمت الإمام المسجد مفتوحا، أعلمت الإمام المسجد مفتوحا، أعلمت فعل وفاعل، الإمام مفعول أول، المسجد مفعول ثاني، مفتوحا مفعول ثالث. إذن كما نقول
الفعل المتعدي قد يتعدى إلى مفعول واحد وقد يتعدى إلى مفعولين، والذي يتعدى مفعولين قد يتعدى مفعولين أصلهم مبتدأ الخبر، وقد يتعدى إلى مفعولين بل إلى مفعولين ليس أصلهم مبتدأ الخبر، وقد يتعدى الفعل إلى ثلاثة مفاعيل. إذن الفعل منه ما هو لازم ومنه ما هو متعد في الجملة الفعلية مثلا. يبقى إذن الفعل اللازم يكتفي بالمرفوع، يكتفي بالفاعل. الفعل المتعدي يتعدى إلى غير الفاعل، لا يكتفي بالمرفوع. الفاعل، الفاعل اسم ظاهر أو ضمير مستتر أو بارز أسند إليه فعل مقدم عليه وقع منه الفعل أو قام به. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا خلق الله الإنسان، خلق فعل ماض، من الذي وقع منه فعل الخلق؟ الله سبحانه وتعالى. على من وقع؟ على الإنسان. إذن الفاعل هنا اسم ظاهر، اسم ظاهر أسند إليه فعل، الفعل خلق أسند إليه مقدم عليه، لابد أن يتقدم الفعل على الفاعل، لكي يعرب الاسم فاعل لابد أن يتقدم عليه الفعل. يعني مثلا نقول كتب المعلم الدرس، كتب فعل ماض، المعلم فاعل. طب هل يجوز أن أقول المعلم كتب الدرس وأقول المعلم فاعل؟ لا، المعلم إذا تقدم المعلم هنا أصبحت الجملة جملة اسمية، والمعلم مبتدأ وكتب فاعل، والفعل ضمير مستتر هو يعود على المعلم، والدرس مفعول به، والجملة الفعلية في محل رفع خبر للمعلم. لذلك من أحكام الفاعل أن يتقدم عليه رافعه، الفعل يتقدم على الفعل يتقدم على الفاعل. وقد يكون ضميرا مستترا وقد يكون ضميرا بارزا. يعني خلق الله الإنسان، الله هنا فاعل اسم ظاهر في الجملة، قد يكون ضميرا. قوله تعالى إني تبت إليك، تبت التاء هنا ضمير فاعل، ضمير مبني في محل رفع فاعل. أقول كتبت، فما إذن فما هي الضمائر المتصلة التي تقع فاعلا؟ تاء الفاعل المتحركة سواء بالضم للمتكلم أقول كتبت، أو بالفتح للمخاطب أقول كتبت، أو بالكسر للمخاطبة أقول كتبتي. تاء الفاعل. نون النسوة أقول النساء سافرنا، سافر فعل، فعل ما، والفاعل نون النسوة ضمير مبني في محل رفع فاعل. أو نال فاعلين، صمنا رمضان، صمنا نا هنا ضمير مبني في محل رفع فاعل. تاء الفاعل نون النسوة نال فاعلين. وأيضا واو الجماعة، واو الجماعة ساعدوا الفقيرة، ساعدوا ساعد فعل أمر، والفاعل هنا واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. ألف الاثنين الرجلان سافرا، سافرا فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ألف الاثنين ضمير مبني في محل رفع فاعل. يا المخاطبة قال تعالى فكلي واشربي وقري عينا، الفاعل هنا يا المخاطبة. إذن الضمائر تقع فاعلا، ضمائر متصلة تقع فاعلا، تاء الفاعل نون النسوة نال فاعلين، واو الجماعة ألف الاثنين يا المخاطبة. وقد يكون الفاعل ضميرا مستترا نحو قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي. أين الفاعل هنا؟ الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. حينما أقول لك اقرأ القرآن يعني اقرأ أنت، حينما أقول نساعد الفقراء نساعد نحن، فالفعل هنا ضمير مستتر. فعل إذن اسم ظاهر أو ضمير، وهذا الضمير إما أن يكون مستترا وإما أن يكون بارزا في الكلام. أسند إليه فعل مقدم عليه، قلنا أن الفعل لابد أن يتقدم الفعل. وقع منه أو قام به، يعني خلق الله الإنسان، الخلق حدث، الحدث نفسه والخلق وقع من الله عز وجل. أقول قرأت القرآن، القراءة وقعت مني، تمام، هذا الحدث. أو قام به أو اتصف به، نحو مثلا حينما نقول انكسر الزجاج
فالزجاج فاعل، مثل انشق القمر. القمر هنا يعني ايه، اتصف بالانشقاق، وايضا الزجاج اتصف بالانكسار، فهذا ايضا فاعل، هذا فاعل. الفاعل له احكام، كما قلنا الفاعل مرفوع حكمه الرفع، عمدة لا بد من وجوده في الكلام، يقع بعد رفعه، كما قلنا لا يتقدم عليه، اي يعني لا يتقدم الاسم على الفعل ويعرب فاعلا. يجب الحاق تاء التأنيث به في حالتين، يعني هذا الفعل يجب الحاق تاء التأنيث بالفعل، في حالتين من الأحكام، إذا كان الفاعل مؤنثا وجوب الحاق تاء التأنيث بالفعل في حالتين، إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث ولم يفصل بينه وبين الفعل فاصل، يعني عندنا مثلا فعل وعندنا فاعل، وهذا الفاعل مؤنث حقيقي ولا يوجد فاصل بين الفعل وبين الفاعل، يجب حينئذ الحاق تاء التأنيث بالفعل. يعني مثلا يقول قال محمد، طيب لو فاطمة أقول إيه؟ قالت فاطمة. سافر علي، طيب لو هند أقول سافرت هند، وهكذا. قال تعالى قالت امرأة العزيز، الحق التاء هنا بالفعل وجوبا، لأن الفاعل مؤنث اسم مؤنث حقيقي التأنيث، ولا يوجد فاصل بين الفاعل والفعل. الحالة الثانية التي يجب فيها أن تلحق التاء تاء التأنيث الفعل، هو إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث، إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث، سواء كان حقيقي التأنيث أم مجازي التأنيث. مثلا هند مؤنث حقيقي، أقول سافرت، لا أقول هند سافرة، لا أقول سافرت، لابد من الحق التاء، الفاعل مؤنث حقيقي، ضمير الفاعل هنا ضمير مستتر، سافرت هي، يعود على مؤنث حقيقي. وايضا الشمس طلعت، طلع، لابد من الحاق التاء بالفعل طلع، لماذا؟ لانه يعود على، لان الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث، طلعت هي، يعني طلعت الشمس طلعت، طلعت هي، وهي هذه الفاعل هنا الضمير المستتر يعود على الشمس، وحتى وان كان الفاعل مؤنثا مجازي التأنيث. يبقى اذا هناك حالتان يجب فيهما تأنيث الفعل او الحاق تاء التأنيث بالفعل، إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث ولم يفصل بينه وبين الفعل فصل، مثل قالت فاطمة، قالت امرأة العزيز. إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث، سواء كان حقيقي التأنيث أم مجازي التأنيث، مثل هند سافرت أو الشمس طلعت. هذا بالنسبة لأحكام الفاعل. طيب إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعة، هل يجب إلحاق علامة تثنية أو علامة جمع بالفعل؟ لا. أولا مثلا حينما نقول قال الرجلان، الفعل هنا اسم ظاهر مثنى، هل نقول قال الرجلان؟ لا، نقول قال الرجلان، لا تلحق بالفعل، لا تلحق بالفعل علامة تثنية. وإذا قلنا سافر المعلمون، هل نقول سافروا المعلمون؟ لا، بل نقول سافر المعلمون، لأن الفاعل هنا اسم ظاهر، وإن كان جمع، وإن كان جمعا، ولكن لا تلحق بالفعل علامة جمع، إلا هذه في لغة قوم من العرب، ولكن ما عليه القاعدة أنه لا تلحق بالفاعل علامة تثنية أو علامة جمع إذا كان الفاعل اسما، إذا كان الفاعل مثنى أو مجموع بهذه الكيفية. هذا بالنسبة للفاعل. قد يحذف الفاعل وينوب عنه المفعول أو ينوب عنه غيره، وهو ما يسمى بنائب الفاعل، وهو ما يسمى بنائب الفاعل. نائب الفاعل. قد يحذف الفاعل وينوب عنه غيره، قد يحذف
الفاعل وينوب عنه المفعول به أو غيره. للعلم بقى، من ضمن الأسباب للعلم به، للعلم به. نحن أنا مثلا نقول خلق الله الإنسان، معلوم الخلق لا يكون إلا من الله عز وجل. لذلك حينما نحول هذه الجملة نأتي بالمفعول ونجعله نائبا عن الفعل، نقول خلق، نأتي على الفعل، فعل الماض نضم أوله ونكسر ما قبل آخره، خلق، ونأتي بالمفعول ونجعله نائبا عن الفعل، نقول خلق الإنسان. الإنسان هنا نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، لأنه يأخذ أحكام الفاعل. إذن قمنا بحذف الفاعل للعلم به، لأن الخلق لا يكون من الله عز وجل، وأتينا بالمفعول وجعلناه نائبا عن الفاعل، ولذلك أخذ حكمه هو الرفع. أما الفعل الماض فيضم أوله ويكسر ما قبل آخره، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، إلا إذا كان الفعل الماضي مبدوء بتاء المبدوء بتاء زائدة فنضم الأول والثاني، وذلك نحو تعالى فتقبل من أحدهما. تقبل ضم التاء الأولى وضمت القاف وكسر ما قبل الآخر، فتقبل. تعلم تعلم بهذه الكيفية. وأيضا المبدوء بهمزة وصل يضم أوله وثالثه. إحنا ما نقول استخرج المهندس البترول، نقول هنا نحذف الفعل ونأتي بالمفعول ونجعله نائب عن الفعل، نقول استخرج بضم الأول والثالث وكسر ما قبل الآخر البترول، بهذه الكيفية. إذن حينما نجعل المفعول به نائبا عن الفاعل، نحذف الفاعل ثم نأتي إلى الفعل. الفعل الماضي يضم أوله ويكسر ما قبله آخره، خلق، ضرب، كتب. فإذا كان الفعل مبدوءا بتاء المبدوء بتاء زائدة يضم أوله وثانيه، ونقول تقبل تعلم. طب المبدوء بهمزة وصل يضم أوله وثالثه، استخرج نقول استخرج، استخرج بهذه الكفية. تمنا. يبقى إذن الفعل الماضي يضم أوله ويكسر ما قبله آخره. أما الفعل المضارع، بالنسبة للفعل المضارع، الفعل المضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، كما يقول يكتب المعلم الدرس، نقول هنا يكتب بضم الأول وفتح ما قبل الآخر، يكتب الدرس، لأن الدرس أصبح هنا نائبا عن الفاعل مرفوع، يكتب الدرس. لم يلد ولم يولد، ضم الأول وفتح ما قبل
الآخر بالنسبة للعهد. إذن الفاعل يحذف للعلم به، وقد يكون للجهل به، وقد يكون، قد يكون الحذف للجهل بالفعل. وجدنا مالا قد سرق ولا نعلم السارق، نقول سرق المال. أتينا بالمفعول وجعلناه نائبا عن الفاعل، وحذفنا الفعل للجهل به، لا نعلم من السارق. وأيضا للإيهام على السامع، للإيهام على السامع، يعني مثلا أخرجنا صدقة ونريد ولا نريد أن إيه أن ونجرد أن نجعلها خالصة لوجه الله عز وجل، فلا نأتي بإيه نقول إيه تصدق على الفقير، ولا نقول تصدقت، تصدق. لماذا؟ للإيهام على السامع. وهناك إيه أسباب إيه أغراض أخرى لحذف الفاعل. يبقى إذن يحذف الفاعل وينوب عنه المفعول به أو غيره، ده سواء للعلم به أو سواء للجهل به أو سواء للإهام على السامع أو غير ذلك. في الفعل الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، إلا إذا كان مبدوءا بتاء زائدة فيضم الأول والثاني تقبلا. إذا كان مبدوء وإذا كان مبدوءا بهمزة وصل يضم أوله وثالثه استخرجا. أما الفعل المضارع فيضم أوله ويفتح ما قبله آخره. نقول يكتب، لم يلد ولم يولد. وقد وكما قلنا النائب الفاعلي يأخذ أحكام الفاعل في كل شيء، يعني مثلا في الرفع وفي أنه يتقدم عليه رافعه، في أيضا أنه إذا كان مؤنثا حقيقي التأنيث يجب إلحاق تاء التأنيث بالفعل، وهكذا وباقي الأحكام. تحدثنا عن الجملة الفعلية، وقلنا الجملة الفعلية تكون من فعل وفاعل، وهذا الفعل قد يكون لازما يكتفي بمرفوعه بالفعل، وقد يكون متعديا يحتاج إلى مفعول. إذن فما هي المفاعيل عندنا في اللغة العربية؟ المفعيل عندنا في اللغة العربية المفعول به، المفعول المطلق، المفعول له أو لأجله، المفعول فيه، المفعول معه. المفعول به ما هو ما وقع عليه الحدث، ما وقع عليه الحدث. نحو مثلا أي الإكرام حدث، حينما أقول أكرمت أخاك، أكرمت فعل وفاعل، أخاك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة، أكرمت أخاك. إذن الإكرام وقع على من؟ على أخيك. إذن أخاك هنا في هذه الجملة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة. والمفعول به قد يكون اسما ظاهرا كما في المثال، وقد يكون ضميرا متصلا. والضمائر المتصلة، ضمائر نصب المتصلة التي تتصل بالفعل وتعرب مفعولا به، هي ضمير الكاف، ضمير ياء المتكلم، ضمير الهاء، ضمير ناء الدال على المفعول. ضمير الكاف نحو أكرمك أخوك، أخوك هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة. أين المفعول؟ الكاف، ضمير الكاف، أكرم فعل، والكاف هذا ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. أيضا يا متكلم نحو أكرمني أخوك، أكرمني أخوك، أخوك هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة. إذن أين المفعول؟ ياء المتكلم، ضمير مبني في محل نصب مفعول به. ضميرنا الدل على المفعول نحو أكرمنا أبوك، أكرمنا أبوك، أبوك فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة. أين المفعول؟ ضميرنا، ضميرنا وقع علينا الحدث، أكرمنا وقع علينا نحن الحدث، والفاعل أبوك، ضمير مبني في محل نصب مفعول به. وأيضا ضمير الهاء الصائم أكرمه أخوك، أخوك هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة. أين المفعول؟ ضمير الهاء، ضمير مبني في محل
نصب مفعول به. إذن الفاعل المفعول به يقع هو ما وقع عليه الحدث، وقد يكون اسما ظاهرا نحو أكرمت أخاك، وقد يكون ضميرا متصلا نحو ضمير الكاف والهاء وياء المتكلم وضمير ناء الدال على المفعول. هذا بالنسبة للمفعول به. المفعول المطلق هو المصدر المنصوب، المفعول المطلق هو المصدر المنصوب المؤكد لفعله أو المبين لنوعه أو المبين للعدد. المصدر المنصوب يعني مصدر الفعل، أقول ضربتك ضربا، ضربتك ضربا، ضربا هذه مصدر الفعل يؤتى به. لماذا؟ لتأكيد الفعل. ضربتك ضربا هذا أكدت به الفعل، فإذا أردت أن أبين النوع فأقول ضربتك ضربا شديدا، ضربتك ضربا شديدا، أتيت بنعت لأبين نوع الضرب. طب إذا أردت أن أبين العدد أقول ضربتك ضربتين، ضربتك ضربتين. إذن المفعول المطلق هو المصدر المنصوب، مصدر الفعل المؤكد لفعله، نحو قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، كلم تكليما، كلم فعل ماض مبني على الفتح، الله فاعل، لفظ الجلالة هنا فاعل مفعول مترفع الضمة، موسى مفعول به، وتكليما مفعول مطلق منصوب لأنه مصدر الفعل، كلم تكليما. المبين للنوع نحو كما قلت ضربتك ضربا وقلت شديدا نعت لضرب، ضربا هذا مفعول مطلق أتي به لبيان النوع نوع الضرب. لماذا؟ لأنه أتي به أتي بنعت له كلمة شديدا، يبقى ضربتك ضربا شديدا ضربا مفعول مطلق، وهو هنا مبين للنوع لأنه جاء بعده نعت. قال تعالى فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد ضل ضلالا بعيدا، ضلالا مفعول مطلق، وهو هنا مبين للنوع لأنه أتي بعده بنعت وهو بكلمة بعيدا. أو المبين للعدد نحو ضربت اللص ضربتين، ضربتين هنا مفعول مطلق مبين للعدد، مبين للعدد، المفعول المطلق المصدر المنصوب المؤكد للعامله أو المبين للنوع أو المبين للعدد. المفعول المطلق قد ينوب عنه أشياء، من هذه الأشياء صفته، صفته لو مثلا قوله تعالى كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، نسبحك كثيرا كلمة كثيرا ونذكرك كثيرا يعني نسبحك تسبيحا كثيرا ونذكرك ذكرا كثيرا، تمام. فكثيرا هنا كانت صفة للتسبيح وكانت صفة للذكر اللي هو المفعول المطلق، فنابت عنه كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، فكلمة كثير هنا نائب عن المفعول المطلق لأنها كانت صفته. أو عدده فاجلدوهم ثمانين جلدة، اجلدوهم ثمانين هذا نائب، هذا العدد نائب عن المفعول المطلق وأتي بعدها بجلدة وهي تمييز. أو كلمة كل أو بعض مضافين إلى المصدر، كلمة كل أو بعض مضافين إلى المصدر، فلا تميلوا كل الميل، تميلوا والميل، ولكن أتي قبلها بكل، فكل هنا نائب عن المفعول المطلق والميل مضاف إليه، وكل هنا فلا تميلوا كل ميل، لكن أضيفت كل إلى المصدر، أضيفت كل إلى إيه؟ إلى مصدر الفعل، فلا تميلوا كل الميل. أكرمتك بعض الإكرام، أكرمتك فعل وفاعل، بعض نائب عن المفعول المطلق والإكرام مضاف إليه، كلمة بعض هو نائب عن المفعول المطلق لأنها أضيفت إلى المصدر، مصدر الفعل أكرم إكرام، يبقى أكرمتك بعض الإكرام. إذن المفعول به ما وقع عليه الحدث، المفعول المطلق المصدر المنصوب المؤكد لعامله أو المبين للنوع أو المبين للعدد. المفعول له أو لأجله ومصدر قلبي، مصدر القلب الرغبة الحب الطلب يعني بهذه الكفية، هذه كفية مصادر قلبية، مصدر قلبي يبين سبب الحدث، يبين سبب الحدث. نحن مثلا أذهب إلى الجامعة لماذا؟ رغبة في طلب العلم، كلمة رغبة هذه مصدر قلبي، مصدر قلبي بين لي سبب الحدث، سبب الذهاب إلى الجامعة هو الرغبة في طلب العلم، يبقى كلمة رغبة هنا مفعول له أو مفعول لأجله وهو مصدر قلبي بين سبب الحدث وهو الذهاب إلى الجامعة. قال تعالى الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم،
الذين صبروا لماذا؟ ابتغاء مفعول له أو مفعول لأجله، وهو مصدر قلبي. مثلا أي أسافر إلى الخارج، لماذا؟ طلبا للرزق، طلبا للرزق، وهكذا. إذن المفعول له أو المفعول لأجله هو مصدر قلبي يبين سبب سبب أي سبب الحدث، يبين سبب الحدث. المفعول به يبين ما وقع عليه الحدث. المفعول المطلق المصدر المنصوب المؤكد لفعله أو المبين للنوع أو المبين للعدد. المفعول له أو لأجله المصدر القلبي الذي يبين سبب الحدث. المفعول فيه، المفعول فيه اسم زمان أو اسم مكان ضمن معنى فيه، اسم زمان أو اسم مكان ضمن معنى فيه. نحن لما نقول سافرت يوم الجمعة، سافرت، نريد أن نبين زمن السفر، يوم اسم زمان منصوب أو مفعول فيه منصوب، الجمعة أي سافرت في يوم الجمعة ضمن معنى فيه. فيوم هنا اسم زمان أو مفعول فيه منصوب، بيّنت الزمن الذي وقع فيه الحدث اللي هو السفر. صليت خلف مقام إبراهيم، صليت خلف مقام إبراهيم، صليت فعل وفاعل، خلف هذا مفعول فيه، اسم مكان، اسم مكان. يبقى إذن المفعول فيه اسم زمان أو اسم مكان ضمن معنى فيه، يعني الصلاة مكان الصلاة كان خلف مقام إبراهيم. قال تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يوم هنا مفعول فيه أو اسم أو ظرف أو ظرف زمان أو اسم زمان أو ظرف زمان. إذن المفعول فيه هو اسم زمان أو اسم مكان ضمن معنى فيه، اسم زمان أو اسم مكان ضمن معنى فيه. النوع الخامس من المفاعيل المفعول معه. المفعول معه اسم منصوب مسبوق، اسم فضلة منصوب مسبوق بواو، هذه الواو بمعنى مع تالية يعني أو مسبوقة بجملة ذات فعل. حينما أقول سرت والنيل، سرت والنيل، سرت فعل وفاعل، الواو هنا معنى مع، الواو هنا بمعنى مع، يعني سرت مع النيل. فالمفعول معه هو الذي يقع بعدها، النيل هذا مفعول معه منصوب. لماذا؟ لأنه اسم منصوب كما قلنا فضلة، أتي به بعد واو بمعنى مع، وهذه الواو مسبوقة بجملة ذات فعل، سرت فعل سارة، حضرت عندك وطلوع الشمس، حضرت عندك وطلوع الشمس. فالواو هنا بمعنى مع، وقع بعدها مفعول معه طلوع، مفعول معه منصوب، وقع بعد واو بمعنى مع، وهذه الواو مسبوقة أو تالية لجملة ذات فعل، وهي الفعل حضرت، حضرت عندك وطلوع الشمس. قال تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، في بعض أوجه الإعراب شركاء هنا مفعول معه، مفعول إيه؟ معه، والواو هنا بمعنى مع. إذا المفعول معه اسم منصوب مسبوق بواو بمعنى مع، هذه الواو تالية لجملة ذات فعل، وهذه الواو يعني حينما مثلا أقول لنقول واو عاطفة، يعني لا يجوز مثلا حينما أقول في واو العطف نجح محمد وأحمد، يعني معناها نجح محمد ونجح أحمد. أما لو قلت هنا سرت والنيل، هل الواو هنا عاطفة؟ يعني سرت وصار النيل؟ لا، المعنى ليس كذلك، بل سرت مع النيل، حضرت عندك وطلوع الشمس، يعني مع طلوع الشمس. فهذا هو المفعول معه. هذه هي المفاعيل بالنسبة للمفاعيل بالنسبة للجملة الفعلية.